المجرب من رمضان اللي فات. طبعا ان شاء الله تكون حلقه موفقه ولا صوت يعلو فوق صوت مباراه الاهلي والرجاء. عندنا موضوعات بالتاكيد مهمه، ولكن خلاص فريق الرجاء اعلن القائمه. فريق الرجاء وصل من يوم الثلاثاء استعداد قوي جدا، مباراه قويه جدا. النادي الاهلي على نفس على قدم وساق، استعداد لمباراه مهمه، وباذن الله باذن الله النادي الاهلي يكون قادر على تحقيق الفوز. ولكن قبل ما نروح لاحداث اللقاء، يعني النادي الاهلي بالامس اصدر بيان مهم جدا، بيان بخصوص لجنه التحكيم، ربما يكون البيان الخامس او السادس في محاوله لاصلاح منظومه التحكيم المصري. النادي الاهلي هدفه الاول والاساسي هو العداله، زي اي نادي محتاج ينافس منافسه شريفه هو دائما وابدا يبحث عن العداله. احنا مش عايزين اكتر من حقنا، احنا عايزين فقط لا غير حقنا، حتى اننا بنطالب ان برغم ان ده ما فيهوش تكافؤ فرص، لو احنا طالبنا بتحكيم اجنبي وباقي الفرق تعاملت مع تحكيم اخر ممكن يحصل بعض الاخطاء التحكيميه تساهم في زياده رصيدهم من عدد النقاط، ولكن النادي الاهلي مكتفي بفكره ان هو ياخد حقه. وان شاء الله في حاله النادي الاهلي ياخد حقه مفيش اي منافس قادر ان هو ياخذ بطوله الدوري من النادي الاهلي. كان بيان مهم يا كابتن هيثم. صحيح. وبيان واضح، وده مش البيان الاول، واتمنى يكون فيه استجابه، واتمنى يكون فيه وعي. صحيح. لدور كل مسؤول. خلينا نوضح.